الجسر الجوي بعد انفراج أزمة ومعاناتهم والتي دامت لأكثر من عام من بقائهم في ميناء كوستي النهري، والذين يقدر عددهم ب 15,000 مواطن بحسب وزير الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث. I'm very grateful to the Republic of to the leadership of the Republic, as the President and his cabinet, the Parliament, for supporting the humanitarian ministry in order to evacuate these people from Kosti. Number one priority now is to get them out of the Sudan. فقد سارعت وزارة الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث ومنظمة الهجرة الدولية بتضافر الجهود لترحيل العائدين من كوستي، خاصة بعد أن حدد السودان سقفا زمنيا لبقائهم في ميناء كوستي. وقد نظمت 3 رحلات جوية يوميا لنقلهم إلى جوبا وهي قابلة للزيادة في الأيام القادمات. We are now going slowly and slowly with it. I've been told by the IOM that tomorrow there may be 4 flights or 3 flights. And then after tomorrow we are going to have 6 flights. فرحة بالعودة إلى أرض الوطن بعد غياب دامت لعشرات السنين في السودان، وانفراج لأزمة ومعاناة أبناء الجنوب العالقين بكوستي لأكثر من عام، وذلك بترحيلهم جوا إلى جنوب السودان. يتم نقل العائدين بعد وصولهم إلى مطار جوبا الدولي إلى معسكرات جهزت لبقائهم فيها مؤقتا بغية ترحيلهم إلى مناطقهم في مدن الجنوب المختلفة، ويتلقون في تلك المعسكرات الاهتمام والرعاية من قبل السلطات والمنظمات الإنسانية المعنية بالأمر. All the children get vaccination. They then receive non-food items. These are blankets, mosquito nets, plastic sheeting, kitchen items. They also get hot meals. We have medical services at the way station. عبر الكثيرون من العائدين عن فرحتهم وسعادتهم بعد عودتهم إلى أرض الوطن وأن يساهموا في رفعة وتطوير وتنمية الوطن العزيز. وصلنا أول فوج أول دفع، وأنا لقيت بلد جميل شديد. هنا كنا يعني أنا ما مصدق بفرح بتاعي، أنا ما أعرف أعبر شنو. أنا جايين لبلد بتاعنا عشان نجي نستقره، لأننا لو واجهنا صعوبات كان كثير في محل أننا جيني فوقه، لكن أنا ما بقول ده مشكلة، لأنه ربنا كان معانا في أوقات اللي إحنا كنا فوقه دي. وكمان أنا بدي شكرا للناس اللي كان هناك اللي هم خدمونا لحد وصلونا في بلد بتاعنا، وأنا بقول للناس اللي لسه أم ورا دي تعالوا عشان إحنا نقدر نكمل الناقص. جوانا فوني، تلفزيون جنوب السودان، جوبا.